قال صوتك ايه؟ تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. حول انت وجهي، حول هذا شويه، حول وجهي. نقص كلام. بيان شباب اعيان سوق جمعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقد تابعنا نحن شباب اعيان سوق جمعه بقلق شديد كل التطورات الاخيره والتي تنبأ باندلاع الحرب والمزيد من الدماء، وكذلك المزيد من الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به كل الحكومات المتعاقبة والمتصارعة على السلطة، والذي كان ضحيته الشعب عامة والشباب خصوصا. فبدل أن يدفع بالشباب نحو البناء والإعمار والتشييد، نراهم يدفعون بهم للحروب والقتال، ليس دفاعا عن سيادة الوطن الممزق، وإنما دفاعا عن أصحاب المصالح الضيقة والمتشبثين بكراسي السلطة. وبناء على النشاطات والتحركات في العديد من المدن والمناطق المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكة الدستورية، والبيان الصادر في مدينة طرابلس بتاريخ 3 سبتمبر 2022 من قبل دعاة العودة للشرعية الدستورية الملكية، وبعد تشاور وتدارس للحلول المطروحة للخروج من النفق الضيق والمنخنق الدستوري والسياسي الذي انزلقت إليه البلاد طيلة السنوات الماضية، وجدنا بأن تفعيل دستور الاستقلال الصادر في سنة 1951 والمعدل في سنة 1963 يعد خيارا جذريا لإنهاء أسباب الصراع على السلطة، وذلك لوجود دستور يعتبر من أفضل الدساتير، يفصل بين السلطات وينهي الصراع على رأس السلطة، ومدخلا جادا للمصالحة الحقيقية وجبر الضرر وحقن الدم، لوجود شخصية وطنية جامعة وضامنة والمتمثلة في شخص صاحب السمو الملكي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، والذي يعتبر شخصية مستقلة لا ينتمي لحزب أو طائفة أو قبيلة. عليه نعلن تبنينا ومطالبتنا بتفعيل دستور الاستقلال المعدل وعودة المملكة كما انتهت عليه في 31/8/1969، ونطالب كافة القبائل والمدن والمناطق وكل الثوار والتشكيلات المسلحة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني بتبني المطالبة بهذا الخيار للخروج من هذه الأزمات والحروب، وحقنا للدماء ودعما للاستقرار والنماء والازدهار. ونحمل المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن عدم وضع هذا الحل كخيار أول ووحيد للأزمة الليبية، كونهم الرعاة والمتحكمين في كل الحوارات السياسية والعسكرية في ليبيا. شباب أعيان وعائلات سوق جمعة، صدر بسوق جمعة في 6 سبتمبر 2022، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. الله يبارك فيك. الله امين اجمعين يا رب العالمين. نصر خطيبه اعطيه لعمك.